سيد فراس، هل ما زال الائتلاف برأيك هو الممثل الشرعي والأشمل للمعارضة السورية؟ في الحقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن تمثيل الائتلاف للشعب السوري علينا أن نبحث في أسس هذا التمثيل. الشعب السوري والمعارضة السورية لم ينتخبوا أعضاء الائتلاف، لم يوكلوا الائتلاف في شؤونهم بأي شكل من الأشكال. الائتلاف إذا أردنا أن نتحدث عن شرعية الإنجاز التي يمكن أن تمنح الائتلاف ثمة قيمة في قضية التمثيل، الائتلاف لم ينجز إلا الفشل، لم ينجز إلا الفشل المستدام، لم يحقق إلا تنمية في الفشل ذاته. إذا أردنا أن نتحدث عن الائتلاف أو عن تمثيل ما للائتلاف حينما يمثل الإرادة السورية المستقلة، الائتلاف يقوم بدور ذيلي مرتهن للخارج، مرتهن لإرادة خارجية، بل دعا في مناسبة أخيرة إلى احتلال جزء من الأراضي السورية. إذا أردنا أن نتحدث عن تمثيل للائتلاف من خلال نمط القيمة التي يدعمها هذا الجسم، فللأسف الشديد أن نمط القيمة التي يدعمها هذا الجسم لا تفيد بأي حال من الأحوال مستقبل سوريا ولا مستقبل البلاد. نمط القيمة يسيطر عليه في هذا الائتلاف الإسلام السياسي، الائتلاف بالفعل يشكل غطاء للجهاد، للإسلام الجهادي التكفيري الذي تقوم عليه هيئة تحرير الشام في إدلب. فعن أي تمثيل يمكن أن نتحدث به أو يمكن أن نسم الائتلاف به؟ هنا في الحقيقة الائتلاف لا يمثل إلا مجموعة من الأفراد الفاشلين المستبدين على كل الصعد، المستبدين للأسف. دعني أنا أقول وأقول رأي الشارع السوري وليس رأيي فقط، الشارع السوري يرى شخصيات الائتلاف، شخوص الائتلاف يراهم مستبدين فاشلين لا يمتلكون أدوات استبداد، وإلا لقدموا نموذجا كما فعلوا في الحالات البسيطة التي في أروقة الائتلاف، إلا قدموا نموذجا يشبه نموذج النظام السوري وليس بنموذج أفضل على أي حال.